وليعلم أن ما يذاع ويشاع، وتحدثت عن ذلك في ما مضى من الطعن في هذا الحديث، في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لا يلتفت إليه. لما؟ لأن الحديث الوارد فيه صحيح، حتى لو كان الحديث موقوفاً على أبي سعيد تنزلاً، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، لأنه أثبت أجراً ونوراً، وهذا لا يمكن أن يقوله الصحابي من عنده، فدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدثت ذلك في مقطع، وقد أجاد الألباني رحمه الله كعادته في إرواء الغليل في تصحيح هذا الحديث والرد على من زعم أنه ضعيف، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو أثبت في الأحاديث الأخرى، لو أثبت وجود النور مطلقا دون تحديد، فلا يعني أن نضعف هذه الأحاديث. ولذا ما يذاع ويروج له من حث الناس على عدم قراءة هذه السورة في يوم الجمعة هم بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يتبعوا ما جاءت به الأحاديث ويصححوها، أو أنهم يقولون إنما عليه الناس بدعة، لأن الناس يستمرون على ذلك، وكيف يقال بدعة أو محدث؟ والأئمة السابقون تحدثوا عن ذلك، وتلقت الأمة ذلك عبر العلماء والأئمة من الأمصار، حتى من يتحدث عن خصائص يوم الجمعة يذكر أن من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، فلا تلم بقلبك ولا تصغي بسمعك إلى ما يقال، فهذه السورة ولله الحمد ثابتة الأحاديث فيها.